الأبناء نعمة عظيمة ومنة من الله سبحانه، توجب على العبد شكرها وأداء الأمانة التي استرعاه الله إياها، كما أن المسلم بعد موته ينتفع بدعاء ولده له. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولرمضان مع الذرية قصة أخرى ومحطة إيمانية ودروس للتربية والتعليم. والأم كذلك، لأنها كيان وقاعدة أصيلة في الأسرة، تضاعف حقها وهي أولى الناس بحسن الصحبة. اجعل من القرآن نصيبا تجتمع فيه معهم ولو لدقائق في تفسير آية أو تعليم قراءة، فالفعل أبلغ من القول.